بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لتولي أمير دولة الكويت مقاليد الحكم عرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب دوله الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قياده سموه الحكيمه